انضم إلينا خلال هذه التغطية أيضا مراسل التغيير من داخل مجلس النواب محمد فراس. أهلا بك محمد. يعني قبل ساعة من الآن خلال التغطيات المختلفة عبر التغيير كنت تقول بأن المشهد كان ضبابيا ومعالم الجلسة كانت لا تزال غير واضحة، ماذا عن الآن؟ نعم، عقدت الجلسة قبل الساعة الثالثة ظهر هذا اليوم بحضور 183 نائبا في القاعة التي تعقد فيها جلسات الاعتيادية، ثم جاء التوجيه بخلال القاعة والتوجه إلى القاعة الكبرى التي ستكون داخلها عملية الاقتراع والتصويت لرئيس مجلس النواب الجديد، وبالتالي توجه أعضاء مجلس النواب بالفعل إلى القاعة الكبرى وارتفع عددهم بعد الانتهاء من قراءة فقرتين في القاعة الصغيرة، واتجه المجلس إلى أن يكون العدد أو عدد الحضور إلى 258 نائبا بحسب المعلن رسميا من قبل الدائرة الإعلامية. الآن مجلس النواب يتجه نحو التصويت لمنصب رئيس مجلس النواب، هذا التصويت الذي قد لا يحسم المنصب في الجولة الأولى كما تحدث عدد من أعضاء مجلس النواب مشيرين إلى احتمالية أن تكون هنالك جولة ثالثة، عفوا لربما لن يحسم في الجولة الثانية ولربما هنالك جولة ثالثة بعد انتهاء الجولة الأولى التي عقدت في جلسة سابقة في كانون الثاني يناير. بالتالي هذا التأكيد جاء على أساس عدد حضور أعضاء مجلس النواب، والفائز اليوم يجب أن ينال النصف زائد واحد. بالتالي تأكيد أعضاء مجلس النواب جاء ويشير إلى احتمالية أن تكون هنالك جولة ثالثة، لكن الأمور لم تتضح إلى غاية الآن، ستتضح بعد العد والفرز الذي يجري بشكل سري داخل مجلس النواب داخل القاعة الكبرى المخصصة للانتخابات. الانتخابات تجري الآن بانسيابية، لم يصلنا أي خروقات لربما، لم تصلنا أي مشاكل إلى غاية الآن، الأمور تسير بانسيابية. أعضاء مجلس النواب داخل القاعة الكبرى إذن الأمور تسير بسلاسة. طيب محمد، ماذا عن المزاج النيابي؟ هل من الممكن أن يتجه مثلا الإطار التنسيقي يوحد كلمته بحسب يعني التطورات والمعلومات من حولك باتجاه مرشح واحد، المشهداني مثلا؟ نعم، أعضاء مجلس النواب عن الإطار التنسيقي قبل بدء الجلسة، يعني الجلسة التي عقدت بقراءتين قبل الانتقال، ما أقصد قبل الانتقال إلى مرحلة التصويت، تحدثوا ظهر اليوم على أن الإطار التنسيقي له آراء مختلفة في من سيصوت في هذا اليوم، لكن تأكيدهم يشير إلى محمود المشهدان الذي ينال لربما أو لديه علاقات طيبة مع الكثير من الكتل السياسية، وأتحدث عن الشيعية منها بشكل خاص الإطار التنسيقي، ولربما يحظى بالنصيب الأكبر لتولي هذا المنصب كون الكتل السياسية اليوم مقتنعة وقناعة كاملة بخبرته في إدارة ملف أو إدارة منصب رئيس المجلس، كونه على اتصال بهذا المنصب سابقا. بالتالي عدد من نواب الإطار التنسيقي يشيرون إلى احتمالية أن يكون المشهدان اليوم هو كرئيس لمجلس النواب، لكن كما تحدثت سابقا لم يحسم الأمر إلى غاية الآن، وهنالك كفتا ميزان تتأرجحان بين المشهداني والعيساوي، والحسم سيكون يعني ربما عامر عبد الجبار أيضا، بما أنه قد تحمل دائما اللحظات الأخيرة محمد المفاجآت من داخل البرلمان. ابقى معنا محمد، يعني خلال هذه الساعة نعود إليك أن جد جديد ونحن